ديجا كوقع لهم واحد المشكل جوج مرات كتعليهم العافيه في داك الشيميني وكيطفيوها، وني هذه المره هذه مع داك البوليستيرو عرفتي ديك الزيت ديال داك الشيميني كطلع كيكون فيها داك الماء كيطلق مع الفاخر جات فيه العافيه. الطلاج اللي راه باقي الناس كانوا كياكلوا هنا وناضوا وجات واحد البومبيه كطفي بعد كطفي يلا كتزاد عاد عيطوا لجوج اخرين يلا يلا حتى لديك الربعة الصباح يلا ما طفاوها. الجيران حتى واحد ما نعس كلشي عامر هنا بالناس يحاول شي حاجه ما يكونش داك شي حاجه ديال البلاستيك ولا داكشي ديال البوليستير كتجد فيه العافيه دغيا شويه تكون ديما خارجه على برا ما يكون وديك الساعه تيبدا يدخلوا داكشي للداخل لان جوج الحالات وقعوا جاب الله فيهم العافيه ما جداش مزيان هذا الشيء اللي كاين. شنقول لك اخويا هذا الشيء خطير. البارح كانت على العافيه شدت في هذه القهوه هذه باراميز وداك الشومي هو الشومي اللي تقول لي هو اللي دار هذا المشكل هذا مع الفخر وشعلت العافيه جاب الله الكليان ما كانوش بزاف باش يوقع مع هذيك جويت 11 المهم 12 ما طفات حتى الجوز ديال الليل وشدت حتى في القهوه اللي حداها شدت فيها جاب الله دوك الجير اللي من اللور قالهم الله الحمد لله. وهادشي غادي يشكل خطر حتى على السكينه هادشي راه خطير على السكينه لان الضرب جازي مع الضرب ودي داكشي ديال قوه الشمي وقوه البوطات وقوه سميتو قوه البلاستيك هو داكشي اللي خلى حتى العافيه حتى بقات ما طفات البارح ما طفات البارح حتى لجي جوج قريبة ثلاثة يعني هادشي تيشكل خطير على السكان اللي مزادين معاهم. الناس بدا تجي تدخل على الناس صافي الناس راه خو اللي كاين في الديور خو من الديور ديالهم تيقول لك صافي العافيه راه غادخل عندهم لان البارح بومبيه جات ما كاين حتى ديك القايد فاش تجبدوا الماء ما كاينش هنايا لان خوات البومبيه من الماء باش تكمل زعما تطفي العافيه كملات جات البومبيه الثانيه عاوتاني كملات وما طفاتش حتى جويت ثلاثة ونص سكر واش تيشكل خطير بزاف بزاف. انت نتمنى المسؤولين يعاودوا يراقبوا القهاوي الكبار ولكن انما خص المسؤولين يديروا المراقبه على حسب شي حاجه تزاد خصها ما تزاد يقلبوا لداخل يشوفوا شي حاجه اللي خطيره خصها تحيد هذاك الشيء ديال السميد قوه البوطه داك الشيء خصو يتحيد بلاستيك بلاستيك عمرك قهوه كل دايره فيها بلاستيك هذاك الشيء شدت عافيه دغيا ونتمنى الله يحضر السلامه للجميع والحمد لله ما وقعت حتى شي حاجه لشي واحد من الناس ولا شي حاجه هذاك هو الفضل. اما الشارع تيمشي تيجي اما الحديد كما تنقول الحديد تيمشي تيجي الديور تيمشي وتيجي الصحه ديال بنادم هي كلشي الحمد لله ما كاينش خسائر ديال الناس اما ماديه ربي تيعوض المادي ولكن الصحه اللي ما تتعوضش من عند الله سبحانه وتعالى ولكن الحمد لله حتى واحد ما تاذى الحمد لله البارح واش الحمد لله اللي حمدنا الله وشكرنا من ما تاذى حتى واحد حيت الانسان هو اعز حاجه عند الله سبحانه وتعالى هو الانسان. ثم الشيء اللي نقول لك ولكن انا استاذ المهم واحد العافيه شعلت البارح بالليل عند الجيران هنايا اسمو هو المهم راه تقطع علينا الضوء كاينين الاحوال هنا شي اسمو تقطع علينا الضوء من البارح بالليل وراه عيطنا لهم شحال من مره ما كاينش اللي يعني لحد الان راه مازال ما اسمو المهم راه كاين بعدا تيطرطق شحال من مره شفتي هذه المرات كاع الجيران تخلعوا تنتمنى الله الى اصحاب اللي مكلفين بالضو باش يجيو يقوموا بالواجب ديالهم وشكرا. عيطنا لهم مرارا سمو عيطوا الجيران على جوج مرات عيطنا لهم سمو راه ما كاينش قال لك راه الشكايه ديالكم مقيده ولكن راه مازال ما توصلنا بوالو لولا ولد الله راه توقع شي كارثه كبيره والحمد لله على السلامه راه ما كاينش خساره في الارواح وكنتمنوا على الله ما يتكررش هذا الشيء.